يفرق بين الغث والسمين. وأريد أن أستسمحكم لوجه التحية للمرأة التونسية. لأني لا أنسى أن في نجاحي في هذه لا أقول المعركة أما هذه المبارزة السلمية أن المرأة صوفت لي بمليون. ولذا من الوفاء أن نذكر قبل أن ندخل في المسار الانتخابي قلنا نداء تونس ولو حصل على الأغلبية المطلقة لن يحكم بعده لأنه مش مصلحة البلاد ونحن شعارنا كان دائما الدولة قبل الناس ولهذا نحن عملنا عمل كبير في إرجاع الدولة في دورها الحقيقي وهذا لا يكون إلا بتحقيق توافق عريض بقدر الإمكان. أنا مانيش ما عنديش معه. أنا أقول يد الله مع الجماعة. جوهرة FM. الدنيا وما فيها.